أعزائي متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج، نتواصل في شوطنا 18 لإسدال ستار سن اللقاية الخاص بأبناء القبائل. ننطلق في هذا المساء الجميل والرائع من خلال 18 شوطا تنافس هنا من خلال أبناء القبائل في الميدان الذكي تحفة ميادين السباقات المرموم 2014 للميلاد. ناتي هنا مشاهدينا متابعينا الكرام في شوط الختام، شوطنا 18 الذي يحمل أيضا أبكار مهجنات 5 كيلومترات هي المسافة المقررة. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام أسير مباشرة إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط. وشاح محمد بن راشد الخصوني لاكتبي من يأتي مع وشاح في المركز الأول، بينما الوثباوية القادمة على المركز الثاني الضبي العلي بن سعيد بن سلمة المنصوري من يقدم بأداء رائع، وأيضا برفقة حمد بن سعيد بن سلمة المنصوري المتابع لهذا الشعار والمنطلق من خلال تواجد هذا الاسم اسم الضبي. بينما انتقل مباشرة إلى المركز الثالث ليجد هناك مشهورة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يأتي هناك على المركز الثالث، بينما المركز الرابع شجرة ومبارك بن محمد بن زيتون المهيري يصل على المركز الرابع، بينما هناك الشاهينية وسالم بالحزمي بن قناص العامري. هذه هي الخمس المراكز الأولى التي بدأت تنعزل هناك وتنفرد انفراد تام لناتي بالمجموعة الثانية وناتي مع المركز السادس. ونصل في هذه اللحظات مشهورة مصر بن علي بن مصر بن سفران المري من يأتي على سادس المراكز، والمركز السادس هنا تصل في المركز السابع أنا من خلال تواجد أيضا هنا يأتي في هذه اللحظات من خلال الشعار والمشاركة الرائعة والجميلة. هناك أرى في هذه اللحظات أيضا علي بن خليفة الرميثي وراشد بن علي بن خليفة الرميثي مع ملوح القادمة بانطلاقاتها الرائعة، ولكن المتسللة من الجانب الآخر وصلت منصورة عبد الله بن سعيد بن التريس الظاهري بدأ أيضا ينطلق من مركز الآخر ليكون واحد من المنافسين في هذا المساء الرائع، كما سجل نقطة ذهبية. بينما هناك الاسم القادم والمنطلق تأتي شايبة مبارك بن محمد بن زايد الخيارين وصل بشعاره العنابي، وهناك دخول من شعار الامبراطور وصل في هذه اللحظات ايضا ليقدم لنا هذا الاسم واللي هي اسرار مشاهدين الاعزاء لمحمد بن علي بن قريع المري. ولكن الوصول الله 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 مقصصة وصلت هناك سعيد بن مطر بن محمد الرميثي وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم والمنافسة القوية. هناك عامر بن حمد العصان المنصوري يقدم الخزنة. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء القوية. وصلنا الاثنين كيلومترات اسدال ستار اللقاية الخاص بأبناء القبائل. شاهدنا الفترة الصباحية 18 شوطا والفترة المسائية 18 شوطا، وشاهدنا أيضا ميدان سيف العرب كان به 16 شوطا، فكانت الأشواط رائعة وجميلة. شكرا أيضا للجان المنظمة على حسن التنظيم أيضا وتوزيع الأشواط الكافية والرائعة هنا في المرموم 2014 للميلاد. نعود إلى صدارة، نعود إلى المركز الأول لناتي مع مشهورة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد بدأ يتسيد على مقدمة هذا الشوط وينطلق، ولكن بن سلمة الضبي 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 علي بن سعيد بن سلمة المنصوري. شوفوا شوفوا هذا المنظر، شوفوا هذا الانطلاق الرائع. بن تريس بن تريس منصورة تبحث عن النصر، منصورة عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري، ولكن وصل بو حمد، وصل بو حمد عامر بن حمد بن عصان المنصوري يقدم الخزنة ينطلق مع الخزنة. الله 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 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. هناك الخزنة عامر بن حمد بن عصان
حسان المنصوري هناك يأتي مع الانطلاق الرائع مع الاندفاع الجميل والانتصار لمن شوط الختام لمن شوط الختام. البداية كانت بالكاس المفتوح ومع مزنة ومع مبارك بشملان الفلاحي، ولكن الله الله يا بن تريس يا بن تريس انتظر الفوز والانتصار. منصورة منصورة عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري والخزنة عامر بن حمد العصان المنصوري وصل وصلت الشاهينية. سالم بن حزمي بن قناص العامري اقتنص الفرصة. بن قناص بدأ يتدخل من عمق الميدان تبادر بعينها على المقدمة على المركز الأول عيناوية عيناوية ثلاثية ولا أروع هنا مع المقدمة والصدارة والمركز الأول. الله الله الشاهينية الشاهينية سالم بن حزمي بن قناص العامري عاد بن تريس عاد بن تريس الظاهري عاد بن تريس الظاهري يحمل أيضا الشعار العيناوي. يا سلام عليك يا بن تريس على هذا الأداء الجميل والرائع من خلال منصورة. انتصرت منصورة فازت منصورة في الأمتار الأخيرة ليعلن هناك أيضا عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري هذا الفوز مسجلا النقطة الثانية في هذا المساء الرائع. فأسعد الله مساك يا بن تريس على فوز منصورة وسلام يا العين سلام على هذا الفوز والانتصار. عيناوية الختام هنا عيناوية مع أبناء القبائل فلك التحية يا بن تريس على فوز منصورة بالمركز الأول. بينما المركز الثاني الخزنة عامر بن حمد عصام المسوري المركز الثالث الشاهينية سالم بن حزم بن قناص العامري المركز الرابع مقصص سعيد بن مطر بن محمد أرميت المركز الخامس شودة مبارك بن محمد بن نصرة العامري. هكذا إذا مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام شاهدنا المنافسة القوية شاهدنا الأداء الرائع والجميل. ليعلن أيضا بن تريس هناك عبد الله بن سعيد بن تريس الظهري ظهر في الأمتار الأخيرة ليعلن بأن منصورة متواجدة في هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هذه هي أيضا اللوحة الإلكترونية التي تأتي بنتائج الخمس المراكز الأولى منصورة الخزنة شاهينية مقصصة شودة بالفعل أسماء قوية عمالقة أبناء القبائل تواجدوا في شوط الختام الذي أسدل الستار عليه في المرموم 2014 في أبريل الجاري الذي نعيش أيام مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بكل شغف وبكل محبة وأداء رائع وجميل. الميدان الذكي يبقى ذكيا ولن العودة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بالتوقيت الزمني. كان هناك أيضا هذه استكمالا للعشر المراكز الأولى ركود والشايبة ومسيرة وأيضا الفريسة والدوحة هكذا العشر المراكز الأولى. ولكن يا ليت يا مخرجنا تعطيني التوقيت الزمني وملخص هذا الشوط لنخدم أيضا هنا مع المساء الرائع والجميل. تهانينا والناموس ليا سيد عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري الذي ظهر مع منصورة في هذا المساء بنقطتين مسائيتين رائعات. تهانينا وناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثاني كان أيضا الأسماء القوية مشاهدين الأعزاء 7:45 1:31 كانت منصورة 7:48 جزئين من الثانية الخزنة عامر بن حمد بن عفصان المنصورة شاهينية سالم بن حزمي بن قناص العامري 7:48 وجزئين من الثانية. تهانينا تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا المساء الرائع والجميل مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام متابعي دبي ريسينج. وصلنا إلى ختام منافسات هذا المساء من أرضية هذا الميدان الذكي ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي شاهدنا من خلاله هذه النقلة النوعية الرائعة. وفي هذه اللحظات ننتقل بكم الآن مشاهدين الكرام إلى الزميل عصام الخامري وبرنامج الناموس دوت كوم فلك الكلمة يا عصام.